افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان عددا من المشروعات الخدمية بقطاع الشباب والرياضة بمدن بنها وقها وقليوب وشبين القناطر في محافظة القليوبية. كما أجرى وزير العدل برفقة محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان جولة لتفقد أعمال تطوير مركز شباب مدينة شبين، كما تفقد مركز تدريب الأيتام ومعرض المنتجات الحرفية والمصنوعات الجلدية والمركز الرياضي للتوحد، حيث قدم أعضاء المركز عروضا في الكاراتيه وعرضا آخر بمشاركة قادرون باختلاف. افتتاح الانجازات التي تمت في مركز شباب شبين القناطر، بقى مركز شباب متطور زي ما حضراتكم شايفين، الناس كلها فرحانه بهذا الانجاز، ومش فقط في كره القدم، لا ده في انشطه مختلفه رياضيه وايضا فنيه، وشفنا ذوي الاعاقه ازاي الاهتمام بيهم وازاي بيقدموا لنا فقرات فنيه، حاجه مشرفه جدا. احنا بدانا باللقاء الحواري قد ايه كان مفيد مع الشباب، قد ايه سمعنا منهم، قد ايه ترد على اسئلتهم، قد ايه احنا فهمنا برضه هم عاوزين ايه، واذا كان في اي مشاكل تم حلها، فعلا في كثير من المشاكل تم حلها واحنا قاعدين النهارده. في نفس الوقت احنا برضه سمعوا مننا وسمعوا من معالي الوزير الكثير من الموضوعات المهمه جدا اللي هم كانوا عاوزين يعرفوها. يمكن احنا هنخلص اللقاء الحواري النهارده ونزور كثير من المنشآت الرياضية اللي تم تنفيذها في مراكز الشباب في شبين القناطر.